ولأكثر معلومات ينضم إلينا من موسكو مراسل الغد يوسف بقار. يوسف، ضعنا في أجندة فعاليات حوار الفصائل الفلسطينية في موسكو اليوم. نعم، شرع ممثلو 11 فصيلا فلسطينيا في مشاورات في العاصمة الروسية موسكو بدعوة من الخارجية الروسية. المشاورات تأتي برعاية معهد الاستشراق الروسي، يمثل وفد حماس كل من موسى أبو مرزوق وحسام بدران، أما حركة فتح فيمثلها عزام الأحمد، بالإضافة إلى ممثلين عن الجبهتين الديمقراطية وشعبية وحركة الجهاد الإسلامي، وبحضور السفير الفلسطيني وكذلك السفير المصري. الجانب الروسي يهدف من خلال هذه المشاورات إلى بحث المستجدات أو مستجدات القضية الفلسطينية ومسألة إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية. لكن آخر المعلومات التي سربت إلينا قبيل انطلاق هذه المشاورات بأن هناك خلاف بين وفدي حركتي فتح وحماس حول أجندة هذه المشاورات. وفد فتح قال بأنه جاء إلى موسكو من أجل بحث سبل إيجاد حلول للتصدي إلى صفقة القرن مع الفصائل الفلسطينية المشاركة هنا وبمشاورات مع الجانب الروسي. هذه التصريحات رأت فيها حركة حماس بأنها محاولة للالتفاف على الموضوع الرئيس لهذه المشاورات وهو إنهاء الانقسام ورأب الصدع من أجل بداية مصالحة وطنية حقيقية. وفد حركة حماس قال بأن حركة حماس ستعمل كل ما في وسعها لإطلاق هذه المصالحة وبأن الكرة باتت في مرمى فتح وفي مرمى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي عليه إنهاء العقوبات على قطاع غزة ووقف الانفراد بملف القضية الفلسطينية حسب التصريحات الأخيرة. طبعا الجانب الروسي يرى في هذه المشاورات بأنها تمهد أو تخلق أرضية مناسبة لخلق حوار بناء وشامل بين الفصائل الفلسطينية كلها وفي الأساس بين حركتي فتح وحماس لإنهاء هذا الانقسام. سيكون هناك لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم غد لوضعه في نتائج هذه المشاورات، واليوم الأخير من هذه المشاورات سيكون مؤتمر صحفي للفصائل المشاركة في هذا في هذه المشاورات. يوسف بقر على كل هذه المعلومات، طبعا سنتابع معك كل مجد جديد. جزيل الشكر لك مراسل الغد، كنت معنا مباشرة من موسكو. Thank you.